قصة الليلة عجيبة، شابة بسبب الفشل ديال الزواج ديالها غادي تولي تيك توكر اللي هي مشهورة، وتدخل لهذا العالم بواحد الوجه اللي هو غير مكشوف، ويقدر شحال من واحد فيكم تعرفها دابا، ولكن غادي تدخل ليه غير بصوتها. ولكن السبب اللي خلاها انها تمشي لهذا العالم وتدخل في متاهات اللي تبت منهم اليوم غادي نعرفوهم في حكايتنا الليلة. قصتنا اليوم كيف جميع القصص فيها عبرة اللي ضروري خاصنا نستفدوا منها. ما تمشيو فين، بقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. ان شاء الله تكونوا مزيان، ان شاء الله تكون الارواح ديالكم مزيان، وتكون الامور ديالكم غاديه كيف ما نتوما بغيتوا. كيف غاديين مع هاد الصهودات؟ انا راني رجعت وليت عايشه بلا كليم، ما يمكنش نقدر نعيش ولا ندوز نهاري بلا بها. تبارك الله، الله يرحمنا في هاد الارض، الله يرحمنا يوم الحساب. فاذا كنتي كديري شي غوتي تمرحي ليا مع راسك وعطيني وديناتك، او الا كنتي كتوجدي شي عشيوه في الكوزينه كنقول لك مرحبا بك معايا، ولا كنتي كديري شي حاجه واحده اخرى من غير هادشي اجي نونسك معايا. ولكن هو الاول قبل ما ندخلوا ما تبخلوش عليا انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، اتهبطي غادي تبركي وتعاودي ترجعي تكملي معايا الفيديو، لانه ديك الضغيطه ديالك غتبدل لي بزاف المحتوى ديالي، وغادي يولي كيتشاف من ناس واحد اخرين باش انهم يستافدوا من العبر الاخطاء ديال الناس. بخير ما تعطلش عليك اكثر ونقول لك بسم الله، يلا لنبدا. انا وفاء غادي نمشي لكم وانا عندي 14 سنه، ومن بعد غادي نرجع لكم شي شويه للطفوله ديالي. وانا عندي 14 سنه تعرفت على ابن عمي واللي كانوا كيجيو لعندنا للدار ديما، واحد الانسان اللي كنت كنشوفه في الصغر ديالي كامل منين عقلت على راسي، اللي كانوا تيجلسوا عندنا سيمانه في الدار، حيت جدارنا كانت كبيره وكانت ديال العائله وكل شيء كان كيتجمع فيها. وخامات جدودي بقينا محافظين على دوك التقاليد اللي كانوا من قبل. هاد ولد عمي كان كبر مني بثلاث سنين، غادي ندخل معاه في علاقه فاش درت 16 سنه، وانا باقا معاه غادي يحرق وحرق قلبي معاه كيف تيقولوا، حيت ما علمنيش. تصدمت لانه السيد مشى بلا خباري بلا سلام بلا كلام. صيفط لي في الفيسبوك شنو هاد الشيء اللي درتي، قال لي بغيتي تسنيني من هنا 20 عام عاد باش غادي نرجع للمغرب ونجي نديك، مرحبا. ما بغيتيش، انا راه صافي مشيت غير نسيني، كيفاش غادي نتقبلها؟ هو اول شخص ملت ليه فهاد الوقيته اللي هو مشى فيها، غادي يجي شخص واحد اخر اللي غادي يدخل لحياتي واللي حتى هو من العائله ديال الام ديالي، غير هو ريحه الشحمه في الشقور كيف تيقولوا. بقينا تنهضروا مع بعضياتنا في الاول واحد الهضره اللي كانت عاديه واللي طولت لمده 8 شهور، واللي بدا من بعدها تيعبر ليا فيها على المشاعر ديالو اللي كان تيحس بهم من جهتي. واخا هو كان انسان للعائله ديالو معروف عليها بلي انها ماشي حتى له، باه مزوج زوج عيالات وحده لايحه في السبيطار وعنده معها وليدات وما كيسولش فيهم. واخا هكا كان بغيتو، وبديت كنحلم معاه بالعقل ديال الطفوله، لانه با كان مزيرني وكنت كنتمنى غير فوقاش نخرج من ديك الدار. واخا كنت قرايه وكان الحلم ديالي انني نكون واحد النهار صحفيه، ولكن بابا كان تيقول لي غير غادي توصل الباك اوفاء ما غاديش تزيدي تقراي ولا تكملي بلاصه واحده اخرى. كنت نسمع الهضره وانا ذاك كنت كنقرا في السانكيام، كنت باغا ندير الصحافه في واحد المدينه ولكن رفض ورغم النقط ديالي اللي كانت عاليه. المهم انا غادي نكتشف بلي انا هاد الخليل ديالي داير علاقه معايا ومع بنات واحد اخرين. المهم هادشي اللي كنعاود لكم هو العقل ديال الصغر، ولكن مهم جدا اذا ما كانش فيه الثبات وما كانوش فيه الوالدين مزيرين لاش غادي يدي بينا وشنو يقدر يوقع لينا. غير عطوني وديناتكم انا باش غادي نعرف بلي انا هاد الخليل ديالي كان مع بنات واحد اخرين، لانه واحد الخليله ديالو صونات ليا وقالت لي انا راه كنت على علاقه بفلان ودابا راه هو مع فلانه وفلانه وفلانه، ديروا جروب في واتساب ودويو فيه. درنا فعلا داك الجروب ولقيناه بلي انه اللي كيتقال ليا كيتقال ليهم كاملهم، هذه تيقولها نجي نخطبك، والاخرى تيقولها صبري عليا شهر، والاخرى تيقولها انا غادي نجي، وكل وحده شنو تيقول ليها. وانا تيجي عندنا الدار وتيهضر معايا، انا هي اللي كنت مقربه ليه لانني كنت من عائلته، ولكن حتى هو غادي يزيد يحرقني لانه كان نساني في داك الاول اللي كان حرق وغطيت شي بشي، وحجاج كنت باغا غير نهرب من دارنا ومن الزيار ديال با اللي بان ليا كنلصق فيه. هنا فين صاحبتي غادي تعرفني للمره الثالثه على واحد اخر اللي ما كنتش كنحملو، وانا هذاك كانت عندي 17 سنه وهو 19 سنه. المهم تعرفت عليه بقينا اصدقاء حتى لقينا راسنا بلي اننا دخلنا في علاقه، ورغم انه كان في مدينه وانا كنت في مدينه. بغى يتزوج بيا وقلتها لامي وقالت لي مستحيل باك انه يبغي لانه ما خدامش ما ردامش، وبعقل الصغر غادي ندير المستحيل وغادي يزوجونا. من بعد زواجنا بعام ومازال ما مشيتش عنده
درت عاوتاني المستحيل باش اننا نديرو العرس. وهو ما عندوش حيتاش ما خدامش وباقي صغير وبعيد عليا هو وعائلته، ولكن في الاخير درنا العرس ومشيت معاه لدارهم ولقيتهم مستقبليني في بيت فيه حصيره ومنطه، والبرد والشتا كان قاتل، ما وجدوا لينا لا بيت لا حتى شي حاجه، ورغم انه العائله ديالو كانت ميسره. الام ديالو دوزت عليا العذاب بجميع انواعه. ديك الساعه كانت عندي 18 سنه، اقسم بالله اذا كنت كنطيب حسن منهم وكاملين، لانه كان هو الولد الوحيد وسط جوج خواتاته، وحده كانت مزوجه واللي كنت دايرها اختي اللي غادي تخرج اكبر رفعه بشريه. بيتي هو تالي فاش قفلته واحد النهار مشات قالت لهم في الدار بلي انه مادام ديك السيده في الدار انا ما غاديش ندخل ليها. علاش؟ معلاش، لانه علاش غادي تنطق في بيتها امي كاينه في الدار، امها اللي كانت كتهز لي حوايجي واللي كثر من 3 شهور وهما كانوا غير في الباليزه حيت ما عنديش فين نديرهم، ورغم انه كيف قلت لكم عائلته ميسوره والدار كبيره والخير موجود، ولكن كنت نقول الحمد لله لانه عائلتي ما جاوش باش يشوفوا فين انا عايشه ولا كيفاش داير هذا البيت ديالي، حيتاش عندنا عيب في المنطقه ديالنا انه اهل العريس ما يوجدوش ليك البيت. المهم ماشي مشكل، والغلط هو هذا ماشي مشكل اللي كنت نقول واللي خرج عليا. جا واحد النهار والديا وكنت كل اللي كنترعد لانه با يجي يشوف بيتي كيفاش داير وما يلقى فيه والو حيت غادي نوض صداع. ماما هي الوحيده اللي شافته، وكانت اصلا هي ضد الزواج ديال طيش اللي كان من طرفي انا بسبب الضغوطات. قالت لي شنو اللي قلت لك؟ شتي هذا هو سهمك انت اللي اختاريتي. قبل ما تزوج با كان خدام مزيان مع ولد خال الام ديالي، ونهار اللي مات ولده خرج الاب ديالي من ديك القهوه وديك العماره اللي كان مكلف بهم، حيت با في الاصل كان تاجر، ولكن دارهم بقاو عليه لا غتقابل لينا الاملاك وهذه وهذه، فحشم وبقى مقابل لهم شغلهم منين وانا عندي 5 سنين. من بعد غادي يخرجوه وانا ذاك ما لقينا ما ناكلو لا انا ولا خوتي، وتشردنا، ومع الاب ديالي ما كانش كيشجعني على القرايه، فبقات يضغط عليا باش انني نجلس غير في الدار. وهنا فين غادي نتعرف على راجلي اللي تزوجت به. تعرفت على راجل طايش وحتى انا كنت طايشه. من بعد خليناها فاش جيت معاه لدارهم غادي نحمل وغادي طيح لي الجنين بسبب الخلعه ديال انه وقت ما خرج يخدم في الكرفي الليله كامله مو فاش ما كتشوفو ما كاينش تمايا كتبقى كتغوت بالليل وتقول شفار شفار غير باش تخلعني، وكل نهار كانت كتخترع شي حاجه. تفاصيل ديال زواجي بيه ما غاديش نعطيهم بزاف لانهم ما تيهموش، غير باش نعطيكم فكره على شنو اللي غادي يجي من بعد. واحد النهار جلس معاه تنجمعو غادي تحرق لي الطاجين، بدات تغوت امو والله ينعل اعزكم الله والديك والله يفعل ليك ويترك ليك، وشنو انت حاسبه راسك يا الفعله يا التاركه. هذا امو اللي كان عندها زوج ديال البنات وكان خاصها تحسبني بحال بنتها، ولكن الحمد لله كنت صغيره وكان ربي كيشوف فيا وعطاني واحد الصبر اللي كان عظيم. كنت نحمق على ولدها، ضحيت معاه بكل شيء لدرجه انه تزوجت به وحتى هو ما خدامش. المهم بقينا بحال هكاك حتى عاود حملت وفرحت ورغم الضغوطات. كنت نقول بلي انه غادي يتزاد برزقه، وانا ذاك راجلي كان خدام في قهوه والحاله تيسرات الحمد لله، ولكن الحاجه اللي توحمت عليها وكليتها قدامهم ما تيسكتوش من اللغه ومن الطنز والضحك، وانا بنتي ما توحمتش هكا واش هاد الفشوش. وانا ذاك جاني لحم خايب ما كنتش كنطيب ولا كنشم الريحه ديال الطياب، وكنت ملهوفه غير على الطون اللي كليته واللي غادي ناكلو غير مره فداك اللحم حيتاش امو هي منكداها عليا، واذا ناض هو يطيب ما كتسكتش، وهاد الدار راه عندها قانون وكتبدا كتزدح في البيبان وفي المعن. واش نتي تبقاي غير مكسله تما وبناتي ما دايرينش بحال هكا؟ بديت كنحس بالحريق وخفت انني ندوي لبابا حيتاش انا اللي اختاريت هاد الحاله، مع العلم ان والديا كانوا علموني وكانوا رافضين الزواج ديالي بتاتا. شلا تفاصيل دازو فاش درت 9 شهور وما قدرتش نواجه راجلي هزيت ورقه وكتبت فيها كاع الاحاسيس ديالي، وقلت ليه بلي انا دابا راني بغيت نطلق فلان. جمعت حويجاتي باش انا الصباح نمشي وما نبقاش نرجع، ولكن ديك الليله ورغم العذاب اللي كنت عايشه فيه ما قدرتش انا نمشي ونخليه. مع العلم ديك الورقه كنت عواله انه حتى نمشي عاد يجي هو يلقاها من مورايا. المهم شف على قلبي وما قدرتش انني نزيد ونخليه. راه تيقول لك البنت ناقصته عقل لانه العاطفه كتغلب عليها، وانا دايزه كنت كنسمع امو كتقول ليه خرجتي على راسك حيت تزوجتي بديك خيتي عليا انا. المهم ما غاديش نمشي وغادي نولد ولدي وغادي تجي عندي الام ديالي اللي كانت كطيب ما شاء الله مزيان. قلت في عوض ما انني نجيب شي طيابه راجلي غادي يتسلف 9000 درهم باش انه يقوم داك السبوع، وقلت الام ديالي زايده في هذيك الفلوس اللي غادي نعطيو للطيابه هي اللي تكلف وتطيب. في نهاري السابع غادي تجي حماتي تخرب عليا كلشي، غتبدا كتهرس عليا الباب وتحيد ليا ولدي
انا جمعت الوقفه ما بقيتش قاده، نط من بلاصتي شحال وانا صابره، خرج فيها عيني وقلت لها انت راك ما كتسويش وما رحمتينيش وانا حامله، ودابا فاش والده على الاقل خاصك تحترميني اولا تحترمي غير الوجود ديال امي اللي هي معنا في الدار، خصوصونات على خوها اللي هو راجلي حيتاش ما كانش، وعيطت ليه والو اجي تشوف مرتك كتهز صوتها على امي. خاو علينا خرجوا من الدار يا الفاعلين يا التاركين، جمعت فعلا حوايجي ومشيت لدارنا. تخيلوا بقيت فيها لمدة 3 سنين، ايه ما كيجمع غير الفم، هو كان تيجي مرة مرة غادي يغويه بالفلوس. الام ديالو ولات كل 3 شهور كتعطيه بمليون زوج ثلاثة، وهو بقى بلا خدمة بلا ردمة، وغيبدا كيجي يطلع علينا مرة مرة انا وولدو، وتخسر علينا 2000 درهم ويمشي يغبر بثلاث شهور اربع شهور، ويبقى عليا انا لقيت خدمه هنا نعاود لقيتها هنا، هو راه ما لقى حتى شي حاجه مجبد في دارهم. واحد النهار با فاش شاف القضيه بلي انها حماضت قال لي خاصك تطلقي اوفاء وضروري، وهذا الولد حنا اللي غادي نربيه وما غاديش تعطيه ليه. ايوا وكاع داكشي اللي دوزت معاه وتحملت على قبله باعني بوالو، بدا كيعايرني وكيعاير دارنا وبالاصل ديالي حيتاش انا كنت خارجه على المدينه، وكان كيعيط لي غير بالعربيه ويهزني بالعربيه، شحال من مره غادي نبلوكيه من التليفون ديالي. وداب الثانويه وكان طولها بست شهور بسبع شهور ثمان شهور وما تنهضروش. العامين الاولى دازت بهذه الطريقه حتى جا واحد رمضان وقال لي راني لقيت واحد الدار اللي دارها ليا زعما مفاجاه اللي كانت مفرشه، ويا ريتني ما سمعتش ليه. قلت صافي الامور تقادات، مشيت معاه مع العلم انه بابا كان ضد انني نمشي لديك الدار. الشهر الاول فيها لقيت راسي بلي انني حامله بولدي الثاني، ورغم انني كنت دايره جميع الوسائل والاحتياطات باش انني ما نحملش، ولكن كان قدر الله هو هذاك غادي يطلق ديك الدار حتى شاتو قاصحه، ورجعت لدارنا من اول وجديد. وهنا كانت شخصيتي نوعا ما تقوات وغادي نقرر باش انني صافي غادي نطلق، ولكن غادي يشدني واحد الوجع اللي كان بزاف، فبديت كنرجع الدم عزكم الله وكانني واكله الكبده. مشيت عند الطبيبه كان يجرب بيا ولقيت بلي انا فيا السكر وفيا حتى الطونسيون وانا حامله، قلتها لي على اساس انه يصيفط لي الفلوس، وبلي انا الطبيبه قالت لي بلي ضروري خاصني نعس على ظهري ونبقى غير مجبده 9 شهور كامله. عيطت على امو كان بكي عليها، العار راني ما باغا والو غير خليه يتجمع معانا ولو غير في بيت وكوزينه ولادو يكبروا معاه، انا راني ما عنديش شي حلم مستحيل، راني تنطلب غير شي حاجه اللي هي اقل من عادي يعاونيني فيها. راكم هاد النوع عارفين كيفاش غيكون رده الفعل ديالو، بحال كتخوي الماء في الرمله، هو ما على بالوش تيخرج تيسافر مع صحابه وعطيها غير القر وعزكم الله ولا لو مالي، وانا باقا صغيره عندي ولد صغير وزدت كرشي لفمي، وعرفت بلي اننا خدينا قرار وحنا طايشين، ولكن اللي عطى الله عطاه، حتى حد ما رحمني فيهم لا هو ولا خوت ولا مو. بقيت في دار با حتى درت 9 شهور وولدت في السبيطار، وربي سلكني من الموت لانه كيف قلت لكم عندي فقر الدم والسكر والطونسيون. واخا كان خصو يخلص الطبيبه ب 2000 درهم شكيت عليها وبكيت وقلت لها الحاله ديالي وبلي ما بغاش يساعدني راجلي، ساعدت معايا وخلصت لي ديك الثمن هي من جيبها. وصلت 9 شهور ديالي كي قلت لكم ودخلت باش انني نولد، حاولوا معايا 3 ديال المرات انني نولد طبيعي، ولكن في كل مره كنت كنفشل. هو كان تيجي كل مره كيطلع ليا ويقول لي وغير سربينا خلاص ولدي هذا الولد اللي انا وخاصني انا نمشي. هزيتي راجل وحطيتي راجل كانني عمرني ما عرفته، مشى الحب والغرام وكل شيء. في الرمليات غادي يحاولوا معايا للمره الرابعه، والحمد لله ربي طلق سراحي وتفكيت على خير، ولكن مورا ولاتي مباشره ما بقيتش قاده نشوف واحد المده لانه الطونسيون لعب لي على عيني. كانت عندي فديك الوقيته واحد الصديقه اللي هي بنت خال داك اللي كيجي لبابا اللي كنخرجوا من الخدمه، كنت كنهضر معاها وكنعاود لها كلشي، كنخوي عليها قلبي، وحيت حتى هي مزوجه وكانت كتعاني من العنف ديال راجلها اللي كان زعما ماشي جنسيه عربيه، وكانت عايشه برا المغرب، فكانت حتى هي كتخوي عليا قلبها بكل ما فيه. كانت ديما تقول لي فوقاش غير يجي الصيف ونتلاقاو انا وياك، لعبات لي بمخي. بقينا هكاك تنهضروا، وهي ورغم انها مزوجه كانت كدير علاقات مع الرجال. من بعد 3 شهور من ولادتي ما درت لا اسبوع لا والو، بابا تينقر عليا اشنو هذا الراجل، واش بقات في الولاد وانا ما بقيتش قادره نبقى في الدار لانه ما عرفتش ندير كيفاش داير، غنتحمل كلشي، هزيت حوايجي وغادي نمشي نعيش مع هذا الراجل. ورغم كلشي اللي داروا ليا مشيت وماشي بخاطري، مشيت بولدي الصغير، اما ولدي كبير خليته في دارنا. كانت قاصحه عليا ولكن كنت مضطره انني نفرقهم، واخا كانت بالنسبه لي صراحه العذاب الاليم. جلست اسبوع با غادي يمرض، عيطوا عليا دابا غادي تجي وفاء، ربك محال واش تلحقي عليه. وصلت لقيت بلي انا وحالته، ولكن دوزت لي قسم الله ديال اليامات حتى برا، وعاود تهزيت ولدي الكبير ورجعت بحالي لدار رحمتي. غادي تبدا هنا مرحله واحده اخرى واللي هي المهمه وخلاتني انني نشارك معكم حكايتي، واللي تقدروا تكونوا عرفتوها من خلال العنوان القصه.
هنا غادي يجيني الاكتئاب الحاد، بحال تقريبا بزاف ديال العيالات من بعد الولاده. رجعت ولدي الكبير لدارنا ويلا غادي نتكلف بالثاني اللي غادي يعمر ليه صدره، وديتو للسبيطار كنجري به. مو غادي تمشي معايا سبقتني عند الطبيب وغادي تقول ليه راه جدو اللي هو با كان فيه السل، ويمكن عدا هاد الوليد داكشي باش طرا ليه بحال هكا. شافت فيا الطبيبه، واش الاب ديالك مات بالسل؟ لا راه عايش وما فيهش اصلا السل. ايوا راه جدات الوليد قالت علينا. انا بقيت غير تنشوف شو، قلت لها لا لا الشهر ما كاينش. مشيت عندها عاتبت حماتي، بدات كتحلف ليا ولا ما قلتش هادشي ماشي بصح. راجلي من بعد كنت كنقول ليه بلي انا راه تليفوني تهرس ودابا راه ما عنديش باش نتواصل مع دارنا ونتونس. الله يرحميك الوالدين، خلي لي التليفون ديالك والو حلف واش بغا. تيوصل الليل ومع الاكتئاب ما كانش تيجيني النعاس، تنبدا كنطلبو عافاك جلس معايا عافاك ونسني راني ما كنحش براسي مزيان. تيطلع لي الدم تيبدا كيضربني، شحال من مره خبط لي راسي مع الحيط ولا مع الماريو وهما في التحت اتصلتو كيسمعونا وكيبداو كيتشفاو فيا. ديك صاحبتي اللي كنت كنعاود لكم عليها هي على من كنت تنفش قلبي وكنحكي لها شنو تيوقع معايا وشنو داير ليا، حيت انا ذاك جمعت باش انا نشري واحد التليفون على قد الحال، ولكن تنخدمو بانترنت وما نكذبش عليكم غادي نولي هو اللي كنقصر فيه. ما كاين غير تيك توك تيك توك وتبلت به، ما كاين غير طلع ونزل. نهار كنت محتاجاه وتنقولها ليه راني محتاجه ليك راني محتاجه مع من نهضر، ما كانش كيسوق ليا وكان تيضربني وما رحمنيش وما حش بيا. فوليت انا كندخل تيك توك وكنقابل لايفات. ديك صاحبتي واخا كانت مزوجه كانت كدوي مع واحد خانز فلوس اللي كانت تيسكن في الخارج، هي انا داك كانت دايره سبه بانها كتبيع الروايح كوبي ديال الاصليين. هو فاش يجي تياخذ من عندها وحده فبلاص ما انه يشريها ب 50 اورو كان تيصيفط ليها 150 اورو، وبدات كتدخل ليا دوك الافكار انا كدوي مع هذا وهذا وتعرف على رجال وتدبر على مصاريف اللي هو كان صحيح، لانه تقريبا كانت كتعيش مع راجلها نفس القصه ديالي. انا كنت كنتفرج في واحد اللايف مع ديك الخمسه ديال الليل، واحد المغني من جهتنا كان معروف، كنت كنتفرج في اللايف ديالو هو كان تيهضر وانا كنكتب ليه في التعليق. ما عرفش كيفاش حتى دار ليا ابوني، علما بلي انه الكون ديالي كان مازال باقي صغير. دار ليا ابوني بقينا تنهضروا سلام صافا. وانا ذاك كنت مشيت لدارنا واحد الاسبوع ديال العيد، بقى كيدوي معايا حتى وليت كنسى الهموم ديالي. فاش ذقت ديك الحلاوه بديت كنهضر مع هذا ومع هذا، وليت حتى انا كندير لايفات وما كنتش كنبين وجهي. كانوا بشويه بشويه بداو كيطلعوا عندي الناس، واللايف ديالي ولا تيجمع 1000 2000، والكون ديالي ولا فيه 500000 مشترك. تغريت ونسيت العالم ديالي وتعرفت بواحد السميه اللي كانت معينه ما نقدرش نبوح بها والا غادي نتعرف شكون انا، ولكن ما كنتش كنقول بلي انا مزوجه وقديت جروب فيه دراري والبنات نتاع مدينتي منهم اللي في الخارج وفي المغرب، وتجمعنا كاملين وكنعطيوها للجمعيا. ورغم همومي واكتئابي كنت كوميديا لا في اللايفات ولا في داك الجروب، وكاع داكشي اللي كانت دايره ليا مو خواتاتو وهو نط كنتاقم. للاسف ماشي منهم ولكن من راسي، انتقمت بالتيك توك وبديت كنهضر مع هذا ومع هذا. كنت كندخل اقل حاجه 100 درهم في الليله، وكنت كنمشي نشري بها ليكوش والحليب لولدي ودانون لولدي الكبير، كنت كنتقاتل عليهم بزوج. غادي ندخل في علاقه عن بعد مع واحد السيد وكذبت عليه وقلت ليه بلي انه عندي ولد واحد وبلي راني مطلقه وغادي يبغيني، ولقينا بلي انه اللي عايشه انا حتى هو عايشه وكان ساكن في واحد الدوله اللي هي اسيويه. تغرم بيا واخا عمرو ما شافني، وفاش صيفط لي تصورتي زاد شبت بيا وبقيت انا وياه حتى ولا هو الحلم ديالي ونسيت الواقع ديالي المر. اما ديك صاحبتي اللي جراتني ودخلتني لهذا العالم وزينته ليا كانت كتشريني بفلوس، حيت راجلي ما كانش كيعطيني وهي كانت كتصيفط ليا. كانت كتعطيني النوامر ديال الرجال اللي كتقول لي اذا انا ما جاوبتهمش غادي نصيفط ليك وانت يا جاوبيهم، وكل مره كانت كتصيفط ليا فلوس اللي كانوا صحاح وكترشيني وانا غادا مكمله. حتى واحد النهار غادي تلاقى عند راجلها شي مخدرات في الدار، قلبت ليها على واحد الدري اللي كنت كنعرفو باش انه يقدر يقول ليها واش فعلا المخدرات واش من نوع. حصلها راجلها من بعد في خيانه زوجيه وكان غادي يقتلها بالسلاح وخرجتها منها، وفاش عرف راجلها بلي انا الوحيده معاه من كدوي غادي يهددني بالقتل على اساس انا اللي خرجت على مرتو وما عارفش بلي انا هي اللي خرجت عليا. هاد صاحبتي حملات بالبنت منه بالغلط وهي كانت كتطلق وكانت غادي تقتلها، مع العلم انه عندها معاه 3 نتاع الاولاد قبل. بقيت معاه حتى قنعتها باش انها ما تقتلش ديك الروح، ورغم هادشي ديال الذنوب كله دخلت على قبلها شلا مع معات غير باش انا ننقدها بشحال من حاجه. فالتالي شنو دارت؟ قلبت عليا كلشي وبلوكاتني. واحد النهار جلست مع راسي وبديت كنقول هادشي اللي انا غدا فيه ماشي حتى ليه وما مسلكنيش. راجلي وسط هادشي كله ما عارف بحتى شي حاجه، حيتاش ما كانش كيبات معايا في البيت، وداك الفراغ ديالو خلاني انني ندير هادشي كله.
انا ما كنبررش الخطا ديالي حيت على العموم هادشي ما خصوش يكون في جميع الحالات. حتى لواحد النهار بحال هزيتي راجل وحطيتي راجل واحد اخر تبدل معايا ولا معايا مزيان ونبداتي تناد معايا الحال على دوك اللايفات هو غادي يخدم وغادي تبدا كتحسن الحاله ديالنا الماديه. بديت كنخرج من العلاقات اللي كنت كندير وداك السيد اللي كان في ديك الدوله الاسيويه تيقول لي تسنيني غير غادي نطلق وغادي نعوضك على كلشي ونهز لك وليدك. ولكن ما عرفتش صراحه واش كان صادق ولا لا، ولكن حتى هو حبست معاه. اغوستي جاها مرض السرطان اللي تعذبات فيه واختو داكشي اللي دوزات عليا هي وما كيدوز عليها من عند حماتها اليومين هذا. انا فاش خرجت من العلاقات وبديت كنبعد من كل ما هو خيانه تقاتلت باش انا نجمع من فلوس اللايفات وندير مشروع. اليوم انا وليت مقاوله ومستقره ورغم انني عشت كاع دوك الاخطاء اللي ندمه عليهم ولكن راه كنت معروفه. اليوم عندي متابعين ديالي اللي فوق من 500 الف مشترك ولكن ما عارفينش حياتي الحقيقيه وكذبه عليهم فيها. انا اليوم عندي 26 سنه حبست اللايفات حيت كلشي حرام في حرام. طلبوا معايا الله يسمح لي على داك الضحك والنشاط وحتى هذوك العلاقات. انا وراجل وليداتنا اليوم بخير واخا مره حماتي كتنوض معانا ولكن مشى ليها الجهد اللي كرفصتني به في الاول. انا مهليه فيها وهي كتاديني ولكن خليت لها ربي واخا راني اليوم كنتفرج في كل من كرفصني كيتكرفص قدام عينيا. من حكايتي بغيت نقول لاي بنت عمركم ما تكونوا ضعاف. انا راني كنت ضعف وسط ضعف. عمركم تثقوا في الصحابات واخا تكون من عائلتكم لان هاد الاخيره هي اكبر عدو لكم. عمرك ما تبوحي الاسرار ديالك من هادشي كامل. واخا ديك الحرب العالميه اللي دوزت مع راجلي من ضرب واهانه وتكرفيس اليوم ولا معايا كانه ماشي هو ديال الاول. كل حب وهدنه. تيك توك انا باقا فيها ولكن كيف قلت لكم حبست فيها اللايفات ولكن صنعت فيها محتوى للناس اليوم تيسولوا فيا وكيتقاسموا معايا غير الحب. ما تزوجوش وانتم صغار وما تعذبوش وليداتكم وانتم مازال ماشي كبار في دماغكم. انا اليوم قديت انا نكون مقاوله بسيطه بمشروعي الخاص واللي غادي مزيان ولله الحمد. حاربت وتقاتلت واليوم عندي كيف قلت لكم 26 سنه وعندي زوج ديال الوليدات. كنتمنى تكون هذه القصه عبره لكم انكم ما تفرطوش في قرايتكم باسم الحب ولا بالعلاقات. انا حاربت شخصيا الاذيه بحسبنا الله ونعم الوكيل. كوني قويه البنات ديوها في قرايتكم والا التالي ديالكم غادي تلوحوا ما بين الزناقي ديال الجهل والفقر والذل. الحب بوحدو في زماننا اليوم ما كافيش اذا ما كانش انسان مستقل بذاته ومستقل بجيبه. انا صغيره وفي يد الامراض ديال الناس اللي واصلين 40 50 سنه. دعوا الله يسهل علينا ويسر لنا الامور ديالنا. هذا الشيء اللي بغيت نقرا في التعليقات ديالكم جزاء على العبره اللي في الحكايه اللي شاركت معكم. هذه هي كانت قصتي وهذه هي كانت قصة وفاء يا سادة يا كرام. قصة فيها عبرة عظيمة. الحب ديال الصغور والعلاقات ديال الصغور وانك تهربي من والديك باش تمشي لواحد عالم اللي هو كفس من والديك داكشي ما صالحش وداكشي ما غاديش يخرجك في حتى شي بلاصة. اما تيك توك هذه كارثة عظيمة. وليتي اليوم غير كدوري كتلاقي كارثة وسط كارثة. ولات الناس كتسعى في تيك توك ولات الناس كتزني وكتفسد عزكم الله في تيك توك. الله يرحمنا الله يثبتنا الله يحفظنا ويحفظ الذريه ديالنا. هذه هي اهم حاجه. خليو تعليق جميله الوفاء دعيو معها لانه ورغم انه اليوم ولات مستقله وبمشروعها اللي هو بسيط بغات الدعاوي ديالكم باش انه الحاله ديالها هي وراجلها تحسن للافضل. فدمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.